من القامشلي ينضم لنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوة سوريا الديمقراطية. سيدة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. 200 مقاتلة يشاركن إذن قوة سوريا الديمقراطية في قتالها داعش في معركة الرقة. أولا، من أين هؤلاء المشاركات؟ كيف انضممنا لهذه الدورات وكيف تمت التدريبات؟ أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. طبعا قوات سوريا الديمقراطية لديها مكتب خاص هو مكتب شؤون المرأة المقاتلة. يقوم هذا المكتب بتنظيم شؤون المقاتلات في قوات سوريا الديمقراطية اعتبارها قوة قادرة على لعب دور طبيعي في هذه القوات. يعني دور المرأة لا يغيب في عندنا نهائيا. نعم. أننا نعمل على تنظيم وتطوير مشاركة النساء في العملية الدفاعية وكذلك الهجومية، ويوجد لدينا مكاتب أخرى كذلك في مجلس سوريا الديمقراطية. نعم. الذي يعتبر الغطاء السياسي لهذا. طيب سيدة العميد، من أين أتين المشاركات؟ من أي مناطق؟ هل هم من الرقة النازحين فقط أم من مناطق أخرى انضممن لكي يساعدوا في هذه المعركة؟ وعلى مدى ركزت تدريبات هذه الدورة بالتحديد؟ صحيح، لم تغب المرأة عن قوات سوريا الديمقراطية أبدا. من كافة المناطق يوجد هناك مقاتلات من قامشلة، من الحسكة، كذلك من منبج، من الرقة، من كافة المناطق المحررة أيضا. ونحن نهتم بشؤون حريتها وقدرتها على النضال والتحرير. ونعم، وتعمل المرأة في كافة سيدة العميد، لم يصلني الصوت بشكل واضح سيدة العميد، لكن بالنسبة لدورات تدريبية أو المجالات، قلت بأنه في مختلف المجالات، ما هي بالتحديد؟ على ماذا ركزت الدورات؟ هل النساء سيشاركن أيضا على الأرض في القتال أم هناك مهام خاصة بهن فقط؟ لا أكيد، هم مقاتلات بكل معنى الكلمة، يشاركون في العمليات القتالية، ولكن طبعا هناك في المرتبة الأولى وهي دورات مبسطة لمدة 15 يوم، كذلك دورات استخباراتية. هي مقاتلة بكل معنى الكلمة، وكذلك يوجد اختصاصات تعمل المرأة أيضا في مجال القوات الخاصة فيما يتعلق بالأخلاق وكذلك حماية المدنيين وأخلاقهم من المناطق الساخنة. نعم. طيب سيدة العميد، هل هناك دورات أخرى بالنسبة للراغبات الجدد في الانضمام؟ هنا نتحدث بأن هذه الدورة قد تمت ل200 مقاتلة للمشاركة في القتال. للراغبات بالانضمام، هل هناك مناطق أخرى أم كيف يمكنهم الالتحاق بكم؟ طبعا الدورات مستمرة وهناك متطوعات، يتم التحاق الفتيات الراغبات بالمشاركة في قوات سوريا الديمقراطية من خلال مكتب شؤون المرأة الموجود داخل القوات وفي أي مركز من مراكز قوات. نعم. طيب سيدة العميد، النساء لا يحاول داعش إظهارهن ضعيفات، انتهك حقوقهن، إلى أي مدى من خلال ربما المنضمات لكن، إلى أي مدى تجدون بأن هذا زاد من عزيمتهن، زاد من رغبتهن في إظهار القوة أكثر لداعش؟ طبعا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية تعمل في هذا المجال على حماية المرأة الأولى، ثم تبديلها جزء فاعل من هذه القوات بناء شخصية المرأة وحقوقها كاملة، وأن تكون على قدر المساواة مع الرجل بشكل كامل. نعم سيدة العميد، وتكون المهام والواجبات. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوة سوريا الديمقراطية، كنت معنا من القامشلي مباشرة عبر الهاتف، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر.